دابا مسكينة لقيتها ليه مليحة في الشوك مغطية بالشوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي جريدة المغرب الحر. اليوم كنتواجدوا بمنطقة الشلالات واحد السيدة جات من الدار البيضاء على حسب قولها كتقول انها جات من درب فقارة جابها شي حد ورماها هنايا في هذه المنطقة المنسية وخلاوها هنا دابا تقريبا مدة 5 ايام. كما كتشاهدوا معنا هاد قلوب الرحمة هما اللي واقفين معها. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. هاد السيدة هادي دابا من 5 ايام، هادي 5 ايام ديال النهارات اللي داز من نهار الحد، لقيتها بالليل مغطية بالشوك وعاف من نهار الارض، ودابا 5 ايام وهي هنا وتنتصل بالسلطات وتا حاجه ما كاينه. طلب منها السلطه، تنطلب منهم يعطوني غير ورقه ندخلها للدار، ندخلها للدار نتهلا فيها اي حاجه نديرها لها بحال امي، نعتبرها هذه بحال امي. هاد السيده على ما قالت انها جات من الدار البيضاء، الاسم ديالها الشافعي فاطمه، تتقول لي بعض المرات من درب الفقراء وبعض المرات تقول لي من المدينه القديمه. يعني جابها شي حد نهار الحد حطوها هنايا، لقيتها في الربيع في ديك الجليل هي وسط الشوك مغطيه بالشوك في ديك البلاصه اللي هي فين كاين القصب تما في لقيتها، وجبتها هنا على حسب الضرب، لقيتها هنا حتى تما طلعت فيها الشمس ولات حالتها حاله. ارتاح يا امي فاطمه. شويه امي فاطمه، شويه خليني حتى حاجه ما بقات لي. اسمك الله، اسمك الله فاطمه. ولكن هي الشافعي. الشافعي؟ ايه صافي. وفين تتسكني؟ فين تتسكني امي فاطمه؟ في المدينه. في المدينه القديمه. في المدينه القديمه. خليني نتكا شويه نقلبك الجهه الاخرى. لا لا ما تبنيش. لا 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 ارتاحي ارتاحي، انا شاد انا شاد. كاع قرصوها كاع تكرفسيت. النمل لقيت بها النمل. انا وليت حاضيها من الكلاب، حاضيها من الكلاب، حاضيها من هاد المنطقه فيها الشفاره، فيها كل شيء. هاد المنطقه بالليل كريساج، كل شيء كاين كريساج. هي الكريساج. لا ما نقدرش. هات اخويا، هات السيدات يوميا نقول لك. هات اخويا والكلاب بالليل هنا، هنا البهيم ديال الناس يتكالوا لهم بالكلاب. عاشت السيدة هذه، عاشت السيدة هذه. شوف يوميا الكريسه شد كريسه بنادم. هات اخويا الحالة. ها السيدة فين لاحوها الناس؟ ها لاحوها في الشوك، ها في البلاصة اللي لاحوا فيها السيدة، ها في الشوك. السيدة هذا الشاف، ها فين مليوحة، ها جاب الله عتقنا وجبناه هنا في هذه البلاصة هذه. ها السيدة كلها تجرت لات الحما. ها يا صبحه عيانة، مازال البارحة شوية كانت تهضر معنا، واليوم مسالية. أنا راه غيكرفسوها. ها اليوم صبحات مسالية السيدة. شوف وجاكي ولا. وغيجيوها الكلاب. شوف وجاكي ولا. عيط باش يعطيوني غير ورقة، أنا عطيونا غير ورقة أنا نتكلف بها. عيط المقدم ديال المنطقة، عطاني الرقم ديال الهاتف ديال القائد المنطقة. اللي دابا اتصلت به ما دابا هادي يومين في خبارهم ما كاين حتى شي حاجه اليومين هذا. يعطيوني غير ورقه انا نتكلف بهاد السيده، يعطيوني غير ورقه انا نتكلف بها ماكلتها شرابها كلشي، يعطيوني غير ورقه يبان الاهل ديالها. هادي راه بحال هادي راه ماشي امي، راه اختي. لقيتها وسط الشوك، وسط واحد الحاله راه تتبكي يا صاحبي، واحد الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف النمل جلاله، شوف النمل هذا، النمل النمل كالها كامل النمل. شوية أمي فاطمة، اليوم عيانة أكثر، اليوم زاد عليها الحال أكثر. البارح كانت تهضر معايا، تجمع معايا، تهضر معايا، نهضروا كل شيء. البارح نورمال، حتى فترات تغدات تعشات بخير. اليوم الجنب ديالها تضرها ورجليها، اليوم زاد عليها الحال أكثر. كما كتشاهدوا معنا متتبعينا الكرام على موقع جريدة المغرب الحر، كما كتشاهدوا معنا على المباشر كتشوفوا السيدة للسن ديالها، اش غنقول لكم، لا اله الا الله، مرميه في التلت خالي من ما بين اقامات سكنيه زائد طريق السيار، وفي هذا الخلا هذا دون تدخل للسلطه المحليه لا السلطات المعنيه. للسن ديالها ما كيسمحش انها تبات بحال ما هكا في هذا الخلا، وكتعاني مسكينه مريضه
كنتمناو كاع اللي دخل معنا لهاد اللايف هذا يبارطاجي يبارطاجي باش تدخل السلطات الانصاف هاد المراه المسنه. كما كتشاهدوا الوضعيه اللي وضعيه كارثيه صراحه. كما كتشاهدوا معنا في هذا الزمان هذا امراه مسنه مرميه بحال هذا الشكل هذا في هذا الخلق. كنتمناو من السلطات المعنيه بالامر السلطه المحليه ان تدخل نكتب هذا ولا هذا رجيله البارح كاع ما كان طارق اليوم زاد تعرف الحال. مي فاطمه فين ساكنه؟ انا ساكنه في درب الرماد. الرماد درباش؟ درب الرماد. درب الرماد دابا كل مره كتقول لك درب الفقراء. درب مره تقول لي مره تقول لي درب الفقراء مره تقول لي هاد السيده هذه تقول لي ساكنه بعض المرات تقول لي سميتها اسم ديالها شافعي فاطمه بعض المرات تقول لي انا بنت المدينه القديمه وبعض المرات تقول لي انا بدرب الفقراء وبعض المرات تقول لي انا بنت درب الرماد. وتنتمنى ان شاء الله الا شافوا العائله ديالهم ولا الاخوان ديالها وتتقول لي الاسم ديال الابن ديالها سميتو عبد العزيز. عبد العزيز ولدك سميتو عزيز والابن ديالها الاسم ديالو عبد العزيز. الا كنت يا خويا عبد العزيز تشوف الوالده هي هنا انا نتمنى من السلطه تعطيني غير ورقه ندخل الدار نكفيها نصبطها نوكلها نشربها في سبيل الله. نتمنى اخويا عزيز ها الام ديالك ها هي عطيوني غير سلطه ورقه باش نضمن راسي مع هذه السيده هذه مرحبا نتهلا فيها نوكلها نشربها في سبيل الله تيبان العائله ديالها ان شاء الله. ياك اختي فاطمه؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كما كتشاهدوا معنا متتبعي الكرام هذه الحاله الانسانيه لهاد المهمه بهاد الوصف هاد الام اللي شي حد كما كتقول جاء من كازا ورماها هنايا الصراحه القلب كي 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 كيف بالدم الصراحه. كما لقات هاد السيد هذا اللي واقفين مره كيجيبوا لها الماكله مره كيعينوها بالماء وكذا وما يقدرش دابا يديها للدار ما عنده حتى شي ورقه ما يقدرش خصو دابا ورقه من السلطات المحليه باش يأتني بها ريت ما يبانوا الاهل ديالهم ويجيو يديوها. مرحبا. مي فاطمه باش كتحسي؟ دابا تيضرني عارف ليا بزاف. كيضروك رجليك؟ وهاد الجن في الصباح امي فاطمه هنا كتقول لي هنا تضرك شي حاجه هنا في هاد الجن هنا هنا ياك هنا في هاد البلاصه كانت تقول لي تضرني هنا لا اليوم ولكن جات شويه لاباس ملي طرمات هاد الرميه حاله ديالها بدات كتدهور وجات بقيت النمل. شوف النمل اخويا الجلاء هانت النمل كلها ضاربها النمل كان حدا الغيران ديال النمل كلها كال هادشي كلشي غير النمل كال كاع داتها كاع رجليها. ونتمنى ان شاء الله يا ربي العائله ديالها يشوفوها. نتمنى انا بغيت غير ورقه ما لك العائله لا ما شافوهاش دابا ما تلاقاوش في هذا البرنامج ما شافوهاش. نتمنى انا ان شاء الله يعطيني غير السلطات واحد الورقه نهزها ندخلها تعوم. شوف حالتها كي دايره شوف رجيلتها كي دايره. الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الله يكثر من مثالك اخي الله يكثر من مثالك. راك تنعومهم نعومهم نعومهم فاطمه ان شاء الله. لا تنصوبهم لا 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 انا راه في الدار عندنا داك الشيء. عندكم هذا الشيء في الدار؟ النمل هانت النمل وتبقى في الشمس. لا مابقاش دابا انا مريضه. تمشي نقول لها نجيب لك شحال تاكل تقول لي اجي كول وجي كول حدايا. لان انا السيده مولفه بالناس مولفه بالجماعه. وكما قلت لي قبيله مصوابه كتقدم لها شي حاجه. نقدم لها شي حاجه نجيب لها شحال تاكل تتجبد الصرف اللي حداها اللي عندها وتقول لي هاك اولدي. تنقول لها علاش؟ تقول لي لا باش تقضي. لا امي راه في سبيل الله تقول لي لا هكا باش تقضي انت ولدي اللي تنقول لها لا ماشي ولدك انا في سبيل الله تقول لي وانت خويا. هاد السيده سبحان الله وذكر الله في اي حاجه ذكر الله عندها فمها في ذكر الله في اي حاجه تبغي تشرب اي بذكر الله هو اكبر حاجه عندها تتعرف الله سبحانه وتعالى. هذا هو ليسونسيال. كيفاش ترمات هنا بغيت نعرف كيفاش واش رماها شي واحد حيت ما يمكنش هاد السيده ما تمشيش باش جيت لهاد المنطقة وتحط ما تمشيش
انا هزيتها من هي على اكيد جايه من الدار البيضاء. على اكيد جايه من الدار البيضاء، وتقول لي مره تقول لي درب الفقراء، ومره تقول لي درب الرماد، ومره تقول لي المدينه القديمه، وسميتها الشافعي فاطمه. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام هذه الحاله هذه، كنترجاكم وكنطلب منكم بالبارطاج، بالبارطاج باش يشوفوها العائله ديالها. يلا شرب، يعني العائله ديالها اللي قلوبهم رحيمه يجيو يديوها، يعني من غير الاهل ديالها راه ما كاينش اللي غادي يعتني بها الصراحه. يعني هذا السيد يقدر يدير لها حاله اوليه يعومها يشوفها شنو خاصها، ولكن ضروري خاص الاهل ديالها يجيو يديوها. ونتمنى من السلطات انها تدخل اليوم قبل غدا، يدخلوا في الليل. من الليل وليت تنجي نريح هنا، نجلس حداها غير ندخل نسمع الكلاب، تنجي تلقى فوق 12 13 كلب، وكل كلب ديال الباديه عارفين غادي غير يقيسها واحد يبان لي بالدم. هاد السيده ما تصبحش في الصباح، حيت هذوك 13 كلب ماشي شي كلب واحد ولا جوج، وهاد الكلاب غير مطلوقين ماشي ديال مواليهم ديال الباديه. مشينا للدارم وقالوا لنا غايجيو، طلعنا هاد لاجودين قال لك غايجيو غدا يجي عندك المقدم، ها هو ما جاش. طلعنا هاد لاجودين قال لك غايجي عندك المقدم وكل شيء في راسك. عليكم السلام. اخويا كي قلت لك طلعنا هاد لاجودين قالنا المقدم غايجي غيتكلف بهاد السيده هادي، اخويا ما جا حد ما طلع ليها، هي باقا مرميه في بلاصتها، هاي تتموت، هاي كي قلنا قبيله عاوتاني، هاي الحشرات قاعده عليها في الحمق، هاي سيري تتموت اخويا. حسن لقيتها في الشوك مليوحه ليه؟ في الشوك ليه مليوحه. شوف اسمح لي اودي. يلاه شوف السيده بغينا نزوها نعوموها، ما عندناش كي غنديروا معاها. هات الشافعي فاطمه. الشافعي فاطمه. انا سامع، انا في درب السلطان سامع الاسم ديال الشافعي، كنيت الشافعي. ولكن نتمنى ان شاء الله من هاد المباشر ان شاء الله يعرفوها العائله ديالنا. هي تتواجد بعين حروده بمنطقه عين حروده 17 الشلالات. وي بارطاجيو، الله يرضي عليكم، الله يرحم بها الوالدين. هاد السيده هادي بارطاجيو، انا اللي عطاتني السلطه غير ورقه بلا ما تبارطاجيو، تبقى عندي تلقاوها على خاطرها، تلقاوها عائلتها على خاطر، مع مين ما كاين حتى شي مشكل عندي. الله يجازيك بخير استاذ، الله يجازيك بخير، الله يكثر من تالك. وقف اخو محمد عطاه شويه كويزه. هذه واحد الكويزه من فاطمه، الله يرحمها. كويزه، عب شويه عليك، عب شويه عليك.